إنشاء قائمة فرعية إلى النافار. إحنا تعرفنا على النافار وتعرفنا أيضا كيفية إنشاء قائمة مستدلة داخل النافار. الآن كيفية عمل قائمة فرعية؟ يعني لما أضغط على رئيس تظهر لي هنا قائمة فرعية تحتوي على، أو لما أضغط على زر معين راح يظهر لي مجموعة الأوامر الخاصة في هذا الزر، يعني مجموعة أخرى من أصنافه، يعني الأصناف الخاصة، نقدر نقول الأصناف الخاصة أو المهام اللي راح يؤديها خلال هذا القسم، تمام؟ فطبعا هذا راح يعطيك أيضا تصميم جيد، وأيضا يوفر لك إمكانية عرض أكثر من زر، يعني عرض أكثر من وظيفة تؤديها داخل البرنامج وتنظيم الأدوات الخاصة فيه. كل اللي احنا نحتاجه طبعا نحتاج إلى فلو، ايضا نفس الشيء flow layout panel، واسقطها ايش؟ اسقطها بهذا الشكل flow layout panel، ثم بعد ذلك اذهب على الدوك الخاص فيها وايضا اجعلها باتجاه ايش؟ باتجاه الليفت، يعني تكون بالضبط بجانب هذه البانل. ثم بعد ذلك داخلها ابدي مثلا ازيد العرض الخاص فيها حتى تكون عندي مثلا بهذا الشكل، ثم بداخلها ابدي اخذ على سبيل المثال زر معين، مثلا اخذ هذا الزر او مثلا هذا الزر اخذه اسقطه بهذا الشكل، ثم ازيد السايز الخاص فيه حتى يكون عندنا بهذا الصورة، ثم بعد ذلك في الـ بما انه الان هذا يعتبر الباك جراوند الخاص فيه، ممكن اغير الباك جراوند هذه فتجي على الباك كلر، يعني هذا هو الباك كلر، ابدأ أغير مثلا اللون الأسود، تمام، باعتبار أنه قائمة فرعية. طيب هنا هذا راح أبدأ أغير مجموعة من الخصائص الخاصة فيه. في البداية طبعا Text Alignment أجعله يعني للأسفل بهذا الشكل، ثم بعد ذلك أتجه إلى الصورة أجعلها Middle to Center بهذه الصورة، تمام، جيد. فالآن ابدي اكرر هذا البوتون، او مثلا ابدي اعطيه في الباك كلر حتى يكون عندي مميز، اعطيه مثلا لون في الباك كلر يكون عندي مثلا هذا اللون، يعني حتى يكون عندنا بهذا الشكل. ثم بعد ذلك ابدي اخذ كترل سي اضع كترل في هنا، كترل في مرة اخرى، تمام، حتى يكون عندنا بهذه الصيغة. طيب الآن أنت تستطيع أنه هذا بشكل افتراضي راح تخفيه، ولما تضغط على رئيسه راح يبدي يظهر إليك، ولكن ما تستطيع أنه تقوم بإضافة أكثر من واحد، وبالتالي فإحنا نحتاج إيش؟ نحتاج إلى كونتينر، يعني تحتاج إلى في الأصل هذا تضعه داخل إيش؟ داخل كونتينر، يعني هذا راح أقول له كترال إكس، ثم بعد ذلك أبدأ أضيف إيش؟ أضيف بانل احتيادية، يعني ليست فلو بانل، هذه داخل في الدوك الخاص فيها اجعلها باتجاه اللفت، وابدي اعمل السايز الخاص فيها حتى يكون عندي بهذا الشكل نفس السايز السابق الخاص في الفلو، ثم بعد ذلك هي راح تمثل لك ايش؟ تمثل لك البي ان ناف كونتينر كونتينر كونت، اوكي. ثم ابدي داخلها اضيف ايش؟ اضيف هذه الفلو layout panel flow layout panel، وطبعا هذه الflow layout panel ابدي طبعا اضبطها لنفس السايز، هذه flow layout panel انا ابدي ايش؟ ابدي يعني عندي اكثر من واحده، وبالتالي افتح الدوكيمنت هنا داخل الflow، هذه الflow لو تذبلي على الدوكيمنت الخاص فيها، هذه البانل هنا عندك flow يمكن تضيف اكثر من flow، اقول لك كترال في اضيف لي flow اخرى، كترال في راح يضيف لي فلو بانل، الان اصبح عندك ثلاثه فلو بانل هي اللي موجوده عندي داخل هذه الكونتينر. على سبيل المثال هذه الفلو الاولى اسميها بي ان بي ان هوم مثلا، ثم بعد ذلك اعمل لها سنت تو باك، اوكي، نرجع على الدوكيمنت اوتلا حتى يكون عندنا اوضح طبعا، هذه البي ان بي ان هوم، ثم بعد ذلك هذه خلينا اثبته، ثم بعد ذلك هذه اسميها بي ان يوزر، اوكي،
وهذا يعمل لها ديليت، نكتفي بهذا القدر يعني bn هو on bn user، وعندنا bn nav. الان بشكل افتراضي هو bn nav، يعني bn nav هو راح تكون يعني الفيزبل الخاصه به عباره عن فولس، يعني هو غير ظاهر. لما تضغط على الرئيسه راح يبدي يظهر ويبدي ايش يبدي يجلب لك الناف اللي هم الخاصه فيه الى الامام، تمام. فلما تضغط على الرئيسه، لما تضغط على الرئيسه هنا داخل الرئيسه في البي ان ناف كونتينر دوت فيزبل، ايش راح اسوي؟ راح اسوي لك ترو، يعني تظهرتها، تمام. ثم بعد ذلك بعد ما تظهرها ايش راح تقول له؟ راح تقول له البي ان بي ان هوم بي ان هوم دوت برينج تو فرونت، اجلب لي اياها الى الامام، تمام. هذا اثناء عمليه الضغط على ايش؟ على الهوم. طيب لما تضغط على المستخدمين المفروض هو العملية راح تكون خاصة في المستخدمين، يعني نفس الشيء ولكن راح تجلب ايش؟ راح تجلب البي ان يوزر الى الامام دوت برينج تو فرونت، راح تجلبه الى الامام. والعملية نفس الشيء، الان الفيزبل الخاصة فيه راح تكون عبارة عن ترو. طيب لما راح تبدي تغلق، طبعا لما تتم عملية مغادرة، يعني مغادرة هذه البانل، يعني مغادرة هذه أو مغادرة البوتون، لما تتم عملية مغادرة البوتون فهو راح يختفي، أو تقدر تضيف بوتون لما تضغط عليه راح يبدي يختفي عندك، تمام. مثلا داخل لما نضغط على هذا البوتون نستطيع هنا نقول دائما لما تتم عملية الضغط عليه، هنا دائما لما تتم عملية الضغط عليه فراح يقل الـ PN container dot visible او يساوي عندك false، تمام. يمكن تضع اي زر او يمكن تعتمد على الاحداث، لما تدخل مؤشر، لما يخرج مؤشر الماوس من هذا ككل يبدي يختفي عندك. الان خلينا نعمل ستارت وخلينا نشاهد النتائج. طبعا احنا ما غيرنا في التصميم، لما تضغط على الرئيسه راح يظهر عندك طبعا، تمام، شريط نافار ثانوي. لو تضغط على المستخدمين نفس الشيء، ولكن خلينا نميز بين المستخدمين، نتأكد انه هذا عبارة عن الـ PN user. بمعنى هذا الـ PN user خلينا اغير فيه الباك كلر، هذا اغيره مثلا الى هذا اللون او هذا اللون، وابدي اعمل delete على هذه، ثم اخذ هذا كوبي اكرره 3 مرات حتى يكون واضح عندنا. طبعا هذا خاص في الـ user. فالآن لما يضغط المستخدم على الرئيسة، طبعا لما يضغط على الرئيسة فراح يظهر عندك الرئيسة، تمام. لما يضغط على المستخدمين راح يظهر عندك الأزرار الخاصة في المستخدمين. طيب يدخ فيها هذه، يبدي يضغط عليها بهذا الشكل راح تختفي عندك، تمام. فأعتقد أنه هذا الشيء يعتبر كتصميم جدا مهم وجدا رائع، ويقدر يعطيك ميزات كثيرة. يعني انت لما تضغط على زر معين راح يعرض لك مجموعة المهام الخاصة في هذا الزر، يمكن المستخدم انه يختار واحدة منها.